مين اللي عمل كده؟ أنا. ليه؟ هو قال لي ليه؟ تغيير، قلت أعملها لك مفاجأة. مفاجأة إيه؟ عملت كده إزاي؟ مين اللي عملها لك؟ عايز نفهم. طب اهدى، طيب اهدى وقول لي ايه اللي مضايقك، ايه اللي مش عاجبك في الاوضه، ذمتك مش كده احسن؟ عايز نعرف مين اللي عمل كده. اكرم اخوك في ايه؟ فين يا اكرم؟ فين؟ ايه نزل ايدك؟ ما تستعبطش. انا ما بستعبطش، انت عايز ايه مني؟ فين الصندوق؟ صندوق ايه؟ ما نعرفش حاجه. وبعدين هو انت مش طردتني من قصرك؟ عايز ايه مني تاني؟ عايز اعرف صندوق فين؟ صندوق ايه؟ ما عنديش حاجه. مش هنسيبك يا اكرم غير لما تقول لي هو فين. في ايه يا يوسف؟ مفيش حاجه. تعال نكمل كلامنا بره يا اكرم. لا نتكلم هنا احسن. نتكلم بره احسن يا اكرم. في ايه طيب؟ حد يفهمني. كنت عايز نسال اكرم على حاجه. تعالى. ايوه انا كنت بناخد اللوحات من القصر يا يوسف، كنت باخدها ارسمها وارجعها تاني، بس بطلت خلاص، ولا بقى ليها تمن ولا بقى حد اصلا عايزها. ولو انا حرام ما كنتش رجعتها تاني للقصر، كنت بعت الاصل بالغالي. بس الصناديق دي فعلا جديده وما نعرفش حاجه عنها. هات الصندوق يا اكرم وهنرضيك. هترضيني؟ تصدق وتؤمن بالله؟ انت حتى خساره فيك الاحساس اللي انا كنت حاسه بالغيره. هو خلاص راح يا يوسف. ما تغيرش الموضوع، تغير تتحرق ما يهمنيش. فين الصندوق؟ امشي يا يوسف، امشي عشان ما اكرهكش قوي. امشي وخليك مع كدبك واسرك وجدودك، انا مش عايز حاجه منك. لكن تيجي لحد بيتي وتسرقني قدام عيالي؟ ما انت حرامي، ايه الجديد؟ قلت لك اللوحات رسمتها ورجعتها تاني، انا مش حرامي يا يوسف. عيب. ما هو مش بالكلام، بالحقيقه يا يوسف ورحمه امك اللي ما فيش حاجه بيني وبينك الا هي. انا ما فيش في جيبي الا دول يا يوسف، 150 جنيه يا يوسف، مش عارف لو صرفتهم النهارده هنعمل ايه. بص انا فعلا ما اعرفش حاجه عن الصندوق. امال هيكون راح فين؟ روح دور عليه يا يوسف، وبالمره دور على نفسك، ولو لقيتها هتلاقي كل حاجه. محدش عايز منك حاجه يا يوسف. روح دور على الصندوق ودور على كل حاجه ضايعه منك، بس اياك تيجي تدور عليا تاني. انت مالكش اخوات يا يوسف. اكرم اكرم انا ما تزعلش. لا زعلت، وإياك تيجي بيتي هنا تاني يا يوسف. الصندوق ده في الأوراق والعقود والحجج بتاعت نوار باشا. لما موت اللي تقولكوا عليه نادرة تعملوه، ولازم تبقوا عارفين إن أي حاجة بره ممكن تتغير، لكن هنا هيفضل طول عمره للأبد قصر نوار باشا. تعالي اقعدي جنبي يا نادرة. هانم، أنا آسف، مش عارف ليه اتصرفت بالطريقة دي، كنت عصبي أوي زيادة عن اللزوم، معلش. هو أنت ليه يا يوسف مش زيه؟ زي مين؟ زي أهلك، خديجة هانم ويوسف الأول ونادرة. مش زيهم إزاي؟ مش واخد قرار، فين حزم خديجة هانم وقلب نادرة ورومانسية يوسف الأول؟ ليه لما قابلتك حارس قدام القصر كنت مبسوط، ولما اتجوزنا وبقيت أنا وأنت هنا بقيت مش مبسوط؟ ليه؟ عشان أنا مش مبسوط فعلا يا سامي. ليه؟
سلمى انا ما تعودتش اسكن جوه القصر. طول الوقت كنت متعود ان نيجي نبص ونمشي. ولما بقيت الشخص الوحيد المسؤول عنه بقيت اتابعه واحافظ عليه واستغرب. القصر ده فعلا قصري ولا امان عندي؟ لحد ما جيت انتي وكل حاجه اتغيرت، وكاني في امتحان يا سلمى. اخد القصر وسلمى واعيش محتار، ولا سيب القصر واعيش حر؟ حر؟ هو مش حقك ورثك وطول عمرك مستني تعمل منه حاجات كتير؟ الاطفال ومزيكا والشعر. ايه يا يوسف؟ عارفه يا سلمى، لما المحكمه حكمت ان القصر ليا اتوترت جدا، مبقتش عارف افرح ولا لا، وسالت نفسي سؤال: هو ملكي ولا مش ملكي؟ ابيعه واخد الفلوس ونتجوز ونبدا حياه جديده، ولا نعيش فيه ونكمل الحكايه؟ كمل واحكي. انا بتكلم جد. وانا بتكلم جد. تعال معايا. ايه؟ تعال بس. تعال يا يوسف. ايه؟ اكتب لي جوابات زي ما يوسف كان بيكتب لنادرة وانا هرد عليك. طب ما نكتب لك على الواتساب اسهل. لا، جوابات طويلة وانا اقراها، وتفضل في القصر عيالنا يقروها لحبايبهم بعد ما نموت. اتفضل. رومانسية قوي يا سلمى. مش انا شفتهم؟ شفت مين؟ نادرة وخديجة ويوسف وعلي بحر. شفتهم في الحلم وكانوا بيرحبوا بيا جدا، وخديجة هانم قالت لي الحب هو اللي بيتورث. بيتورث؟ احنا القصة اللي هتكمل في القصر يا يوسف، احنا قصة الحب وحلم يوسف التالت يا ابو يوسف الرابع. تعرف انا بتخيلهم وبشوفهم كأن نادرة شبهي وكأن يوسف الأول شبهك. سبحان الله، ده حتى في الحلم كانوا احنا يا يوسف. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. لسه مخلص حكايته امبارح في الكتاب بتاعي، صح يا منصور؟ صح، صحيتني وقعدت تمليني اول ما سمعت الخبر. البساطي الارتيست، رمز من رموز الفن في الاسكندريه، متوسط الموهبه، كان قادر على فهم ذوق الجمهور المتدني لانه منهم. متوسط ايه؟ المتدني ومنهم؟ ايوه، وقلت ان لن يذكره النقاد، ولكن ستذكره شوارع الاسكندريه ومقاهيها ومسارحها. فنان شعبي متميز، كتب واخرج وانتج مسرحيات كثيره احبها الجمهور. يا اخويا انت رخل، كان لازم تاخدك الامانه قوي. ما كنت تقول راجل طيب ولا فنان حلو وخلاص، ما تقول حاجه لابوك. والله قلت له، بس هو اللي كان مصمم. ولا قلت له ولا نيله. بقال الله، عظم الله اجركم. شكرا الله. شيخ زهار، الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا بحر. ونعمه بالله يا حبيبي، جزاكم الله كل خير. ان لله وانا اليه راجعون. خرجت من السجن امتى يا شيخ زهار؟
الحمد لله السادات أخرجني مع زمرة من الأخوة. شيخ زهار. الحمد لله على السلامة حبيبي. ده منصور حبيبي. ده منصور ابني. يا ما شاء الله. ده شيخ زهار. سلم شيخ زهار، ده صديق عمر. ما شاء الله. تفضل يا شيخ زهار، تفضل. البقاء لله. تفضل اقعد. شوف حاجة وحشة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا كامل. يا شيخ زهار. بقاء لله. ونعم بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. دنيا الله يرحمك يا بساطي يا آلاتي يا فلاتي. الله يرحمه، الله يرحمه. بقال الله يا شيخ زهار، اذكروا محاسن موتاكم. بلزموا ايه بس آلاتي وفلاتي اللي بتقولها دي؟ خبرك يا بحر، أوليست حقيقته ملخص حياتي؟ وأنت يا بحر، ماذا فعل بك الدهر وسوى بك الزمان؟ أديني عشت يا أخويا لحد ما فرقت الأحباب وقربت نزهقه من روحي. وعلى الأقل عشت حرا تتفنن وتتنقل وتهلس كيف تشاء. لم تسجن ولم تعذب ولم يمسح بك بلاط الزنازين. طب أنت ناوي على إيه دلوقتي شيخ زهار؟ والله يا جوني، أنا بفضل الله تعلمت داخل السجن الكثير، وبفضل الله صرت نفهم الناس والدنيا والدين أكثر وأكثر. يا بختك يا شيخ زهار، بالسجن ده طلع حظ عالي وبيعلم. انا يا اخويا لا كاس علمني ولا غنوه فهمتني، وفضلت كده في الدنيا عيل مش فاهم اي حاجه. واتعلمت ايه في السجن يا شيخ زهار؟ علمني. والله يا بحر، تعلمت ان الناس ولاد 60 في 70، وان السماحه والغفران قله حيله وقله ادب، وان المجتمع من كافر لاكفر منه، وان جهنم دي قليلة على البني أدمين. ليه 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 ليه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه لازمة سيرة جهنم وكفار في عزا بساطي؟ ده حتى حرام. حرام مين بس يا جوني؟ وأنت يعني تفتكر البساطي ده هيروح على فين؟ على الأوبرج؟ ده هيخرج من التياترو بتاعه على جهنم وبئس المصير رأسا، زي ما كان بيطلع من التياترو على القهوة كده. هي تمام. ما تلم نفسك وتوحد الله يا شيخ زهار. لا إله إلا الله، من المحروس؟ يا شيخ زهار، العادة له احترامه برضك، ما بلاش منه جالون الجاز والكبريت اللي انت داخل علينا بيه ده. احنا كلنا جماعتنا عشرة وعيش وملح. يوه، وماله يا بحر؟ العشرة والعيش والملح حاجة، ومصير البساط الآلاتي الفلاتي حاجة تانية. ما قلت لم نفسك يا شيخ هباب، احترام سنك. مؤكد انت ابن البساطي؟ الحمد لله على السلامة. ما شاء الله كبرت ولسانك بقى زفر زي ابوك. انا ابويا سيدك وتاج راسك، احترم ذاتك. اقعد واهدى يا سمير، مش كده عيب. الله، الشيخ زهار ما يقصدش يا ولا. لا نقصد يا جماعه، ما ينفعش كده، عيب، احنا في عزا. اقعد يا سمير، الناس تقول ايه؟ ده ولا مفعوص انت، مفكر اللي بيني وبين ابوك ايه؟ ده انا اللي بيني وبين ابوك اكتر من اللي بينك وبينه يا ابن اصداف. انت كمان هتتكلم على امي؟ اطلع بره. طب انا مش طالع. ابوس ايدي اللي جابوك، ورحمه ابوك لا تقعد وتسكت يا سمير. يا ولا عيب عيب، ده كنت انا وعمك بحر، امك وابوك وعمك جوني وعمك كامل، عشرة عمر طويلة، عيب. وبعدين انت مال ابوك انت؟ اذا كنت تاني نقول هيروح جهنم ولا هيروح على القناطر، انت مالك؟ ما انت شايف قدام منك راجل كبر وبيخرف. اني بن هالفة تاخد على كلامي ليه؟ ها، انت مال ابوك؟ لا، في دي عندك حق يا شيخ زهار. اقعد بقى، ابوس ايدي اللي جابوك. اقعد اقعد يا حبيبي، اقعد يا حبيبي يا سمير، اقعد يا شيخ زهار. وحدوا الله يا جماعه، وحدوا الله. لا اله الا الله. يا ولا يا حمار، افهم، الشيخ زهار وابوك كانوا طول الوقت ناقر ونقير مع بعض، هما كده ربنا خلقهم كده، بس خلاص اللي كان بيلمه راح. وبعدين يا ولا كلها ايام وهنحصلوه، والعلم هيطلع روح هناك برضه. أنا عارف، ده حبيبي. اصحاب اصحاب يا ولا، عادي عادي. اخ، الله يرحمك يا وديع. الا صحيح يا بحر، كيف مات البساطي؟ أتحت وطأة قبضة سكران أم في أحضان غانية؟ والمرسى أبو العباس ما يقصدش، والمرسى أبو العباس ما يقصد. الله يرحمك يا بساطي. أني هنقول لك مات إزاي يا شيخ زهار؟ الإنسان اللي القرش ما يزيدوش حسن
يبقى ملوش في الإنسانية. أمات على خشبة المرصح؟ صبرا يا شيخ زهار، لسه. والله يا أستاذ أنت نورتنا. أنا متشكر قوي إنه عرضته ومفيش حد غيري. يا سلام، المرصح يتفتح حتى لو الجمهور نص متفرج، ده لو ابنك الرضيع جه عشان يتفرج هنفتحوله ونعرضوله برضك. أول حاجة أنا متشكر لمجهودكم، وأنا بنعتذر لكم إن الشهر ده كمان مش هيكون فيه قبض. أديكم شايفين المرصح والجمهور. لحظة يا أستاذ، بنفسك داني اللي ننزله نسلمه عليه. أنا قد إيه مقدر وفاهم طبعاً شغف الجمهور للفنان اللي بيحبوه. في الحقيقة أنا مكسوف منك قوي يا أستاذ وديع يا أبو صادق. خلي بالك أنا مش متفرج، أنا من الضرايب، وقطعت تذكرة حباً لفنك، لكن الشيء اللي لابد منه أني لازم أحجز على المسرح وإنت عارف عليك كام. يعني نعرضولك وتسقف وننحنولك وإنت من الضرايب؟ انت بتعرفش انا اتعبت قد ايه في المرصح ده. عايز تحجز على المرصح اتفضل يا بيه، احجز اهو قدامك اهو. هو الفن كده، يوم فوق واسبوع في اسفل سافلين. لا اله الا الله، موت لها العجب يا وديع. الله يرحمك ويحسن اليك. المشكل دلوقتي يا سيادنا انني كنا بنحب هذا الالاتي الفلاتي. طبعا كما تعلمون يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة، فهل محبتي لهذا البساطي تلقي بي في التهلكة ويأخذني وياه في 60 داهية؟ لا إله إلا الله، وليه تحسبها كده يا شيخ زهار؟ بس ما يمكن ليها حسبة تانية، والكويس محبته تنفع التعبان، والناجي ياخد بإيد أخوه وتروحوا انتوا الاتنين حتة حلوة وتخلص على خير. يا سلام عليك يا بحر، طول عمرك لك تخريجات وتأويلات مذهلة. فقيه فقيه يا بتاع السكة والصبا، دايما عندك الكلام اللانج، كلام فنانين بصحيح. طب يا اخوي وضحت الرؤية خلاص، أني هناخد بإيد الفلاتي ويايا إلى الجنة بإذن الله. وشرفك إن أنت أحسن وأطيب من بساطي. مش يمكن بساطي يبقى أحسن وأطيب منك وهو اللي ياخد بإيدك؟ مين عارف ياخد بإيد مين يا راجل يا خواجة يا قليل الأصل أنت يا خسيس؟ أنت بتقارن الفلاتي الآلاتي بالزهار اللي قضى عمره في السجن لأجل رضا الله؟ بتقارن المزيكاتي بالزهار الصوام المصلي القوام؟ صوام إيه وهباب إيه؟ أنت هتصدق نفسك؟ تلسانك أعمى، أنت مين يسامحك أنت؟ ما تروق بقى يا جون، أنت قلبت من كرموز ليه؟ الله يا شيخ زهار، يا شيخ زهار ربنا رحمته واسعة، إذا كان العبد اللي ما يسواش بيسامح، ما بالك بربنا؟ وأنا عن نفسي بسامح البساطي. بسامحه في إيه؟ حتى انت يا عم علي عمل لكم يا ابويا عشان تسامحوه ولا ما تسامحوش؟ اما انت ما تعرفش حاجه، ابوك يا اخويا كان عليه حركات واطيه كتير، بس احنا خلاص سامحناه، خلاص بقى احنا احرار يا ولا. ايوه يا ولا، المخلوق يسامح على راحته والخالق ارحم يا شيخ زهار. يا جماعه البساطي كان راجل طيب والله. لا خدوها سيره بقى، لو في حد يتكلم عن البساطي يبقى انا. البساطي كان شقيق روحي وشريك العمر بالنص، وكان في القلب صاحب ملك، والكلام الجد غير الهزار. هو بس الله يرحمه كان دمه خفيف، فكان لازم يحصل في عزاه ضحك. لكن البساط اخويا قسمنا كل حاجه بالنص، الحلم والفلوس وحتى اللقمه. كان حبيبي بيحلم باللوتريه، ولما كسبها ما جابش بيها حاجه الروح، اجر بيها مرسح. كان بيعرف يلغي الجمهور، كان حبيبي وسري، والمشاكل اللي كانت بينا كانت بتصفى على طول علشان الود كان غالب. الفتحة على روحه الحلو. اتجوز يوسف الثاني واتطرد من القصر ورجع بعد سنين. خديجة هاني مسامحته، بس نادرة بقى رفضت السماح ده. وازاي نادرة تعمل كده؟ وليه لما اتجوز اتطرد؟ واتجوز مين؟ ما نعرفش،
بس واضح ان العروسه كانت مش قد المقام، يمكن حد يعني مش بشوات زيهم. امك هي اللي مش راضيه، مش خديجه هانم. طب استنوا شويه، حرام عليك يا نادر، كفايه كده، ما كفاكيش 10 سنين غياب. مين على الباب يا نادر؟ يوسف ووصفة ومعاهم ولدهم عايزين يدخلوا، وانا قلت لها. يوسف، بس انا عايزه اشوف ابني يوسف. لو سمحتيهم يا خديجه هانم انا مش مسامحه. ليه يا ماما؟ ليه بقيتي قاسيه كده؟ يوسف ابنك فين؟ تعال يا محمد، تعال سلم. خش يا محمد، خش. تعالي يا وصفة، تعالي سلمي على خديجة هانم. أنا قلت لها. كلام نادرة هانم يمشي على الكل إلا أنا. أقعد أقعد يا ابن يوسف، أقعد. بعد عني، مش خدتها غصب؟ رجعت ليه؟ النصيب والقلب، حبيتها يا أمي. الخرصة بنت هندية. اسمك إيه؟ محمد يوسف يوسف نوار. محمد يوسف يوسف نوار هيقعد هنا في القصر. تعالي وصفة، خد ابنك وطلعي فوق. وصفة مين دي اللي تطلع فوق؟ طلعت روحك على روحها. في حكم مين دي؟ حكمني. محمد يوسف يوسف نوار هيقعد في القصر وحيطلع فوق، وصفة تفضل تحت. دي مراتي. ولو عجبك ولا تمشي. فين تبرع الجامع يا كامل؟ هو كل يوم. أنا معيش فلوس يا أخوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين يا أخوانا اللي أنا شايفه؟ العيال بتاكل في الشارع، العيال بقت تاكل في الشارع. لا إله إلا الله، إيه اللي جرالنا؟ كأننا رحنا بلد تانية بناس تانية. العيال كلامهم غريب ولبسهم أغرب. استغفر الله العظيم يا رب. أهو أنتوا كده ما يعجبكوش العجب، حد يقول للخير لأ؟ خير مين يا أبو خير؟ هو ده الخير؟ ربنا فتح على البلد والناس بياكلوا اللي عمرهم ما كلوه. أكل إيه يا كامل أفندي؟ جوعتني. أكل أمريكاني يا بحر. أنا أحفادي بياكلوا سوسيس وهمبرجر، ولا هنقضوها ربط حزام؟ سيبوا الدنيا تنفتح يا راجل. هو ده اسمه انفتاح؟ ده اسمه بهوقة. الانفتاح ده فتح على البحر خالص، فرم الغلبان. يروح فين الغلبان واللي حارب واللي اتسجن وسط المغة دي؟ بيع وشراء وثراء فاحش، ونهايته المحروم فضل محروم. الله العظيم، ثلاثة يا جماعه. ايه اللي بيضحكك يا بحر؟ شايفني مونولوجيست من نكته وياك؟ انتوا الاتنين بتضحكون. اي والله. واحد فيكم هم يضحك والتاني هم يبكي. الراجل اللي طول عمره عامل لي فيها اشتراكي وبيقرا لي ماركس وعنده كتب اكتر من الحيطان عاجبه الانفتاح، واللي مكفرنا في عيشتنا ومحرمها علينا بيتكلم كانه اشتراكي. عجبته لك يا زمن. البلد بتتغير يا بحر، مش عيب كل ما نكبر افكارنا تتغير؟ لا يا حبيبي، الدنيا هي الدنيا. انت بس علشان بتشتغل مع عيالك في الفراخ المتجمده فالمكتبه اتجمدت مع الفراخ. رزق العيال. جربنا الكلام الفارغ اللي في الكتب، طلع مش نافع. على قولك، هو في حاجه بتنفع في البلد دي؟ اها، وانت راخر مفيش حاجه في البلد عاجباك اصلا، ولا يفرق معاك جعان ولا تعبان. خبرك ايه يا بحر؟ لا طبعا، الاشتراكيه فيها من الدين. والرأسماليه يا شيخ زهار ما فيهاش من الدين برضك؟ ما انت عمال بقالك 3 سنين تجمع في تبرعات للجامع، وفي الاخر خدت فلوس التبرعات عملت بيها بقاله ببابين. حاسب لي على القهوه يا بتاع التبرعات. شلها تبرعات. هتتبرع للمسجد ولا لا؟ للجنه تحت اقدامهم يا ولا. وبقى خلي بالك من امك يا سمير. حاضر يا عم علي. ما تخليش بيتك وعيالك يلهوك عنها يا ولا. ما خلاص يا عم علي،
وانا بقى ليا غيرها؟ ما هي اللي فضلالي. ايوه عندك حق، هي اللي فاضله. انا هنطلع، عايز حاجه يا عم علي؟ ايوه ايوه عايز. بنقولوا لك ايه يا ولا يا سمير؟ ينفع نطلعوا نسلموا على امك يا ولا؟ ايه؟ ايه اللي ايه؟ اصلها وحشتني. نعم. يو اصلها وحشتني، في ايه؟ طب اتفضل يا عم علي، اتفضل. تعالى يا حبيب عمك علي. تعالى. خش يا ولا. سند يا ولا. ازيك؟ اسلم. زيك، عاش من شافك يا بحر، ليك وحش. عم علي كان جاي يسلم عليكي وهيمشي على طول. لا انا قاعد شويه، لو وراك حاجه يا سمير امشي انت. زي ما انت يا بحر، ما اتغيرتش. ازيك يا صدف؟ صدف الحمد لله في نعم. انت ازيك؟ عايش قلة موت. بعد الشر عليك، ما تقولش كده يا سي علي. ايه اللي رمى موجك نواحينا بقى يا بحر؟ الهوى. الهوى يا صدف اللي حرك الموج ورماه. وما بنسى عليك الكبر. لا كلنا كبرنا. ده انا كبرت. قهوة ولا شاي يا عم علي؟ ولا نروحك احسن؟ قهوة سمير، قهوة حبيبي. وعلى سبرتايه. وعلى مهلي. حاضر. نورت يا بحر. اتفضل. طيب. صلى الله عليك يا اخوي. ايه اللي فكرك يا بحر؟ أنا عمري ما نسيتك. من أمتى؟ من زمان. تتجوزيني يا أصطفى؟